بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألني بعض الإخوان أنهم بدأوا يرون تلك الخطوط التي تطلقها الطائرات وتظهر وراء الطائرات، وعندي فيديو على القناة يتحدث حول غاز الكيميتريل، فهم أيضا تحدثوا عن هذا الغاز، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نحاول أن نشرح الفرق بين غاز الكيميتريل والخطوط أو خطوط الطائرات النفاثة. وقبل البدء بالتفاصيل، المرجو من الجميع الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة ودعما لقناتنا، والمرجو من المشاهدين الجدد الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا، وجزاكم الله عنا كل خير. في الكثير من الأحيان يظهر أمامنا خطوطا ضبابية مرئية يظنها البعض أنها غاز الكيميتريل، وما هي بالحقيقة إلا طائرات نفاثة عالية السرعة، حيث تتشكل تلك الخطوط بطريقتين، إما عن طريق عوادم الطائرات الذي يحتوي أصلا على بخار الماء، حيث يتكاتف هذا البخار في الوسط الهوائي البارد، وكلما ازدادت برودة الهواء زاد بقاء هذا الخط لمدة أطول. ومن النادر جدا أن ترى هذا الخط النفاث عند إقلاع الطائرة أو عند الهبوط. ثانيا، عندما تتحرك الطائرة عبر الهواء يتكثف بخار الماء في الغيوم الرقيقة السمحاقية ويظهر على الأجنحة وأطراف المراوح، ويتركز هذا التكثف عندما تنخفض درجة الحرارة مع انخفاض الضغط، ويمكن للخطوط النفاثة التأثير على الطقس، حيث يمكن أن تتسبب البلورات الجليدية، سقوط المطر أو الثلج من بعض الغيوم، وذلك عندما يكون الجو مشبعا ببخار الماء. وللعلم أن غاز الكيميتريل هو غاز ضار، وهناك طائرات بالفعل ترش الكيميتريل، فبه معادن ثقيلة كالألمنيوم والباريوم وغيرها من أملاح معدنية مثل الكالسيوم والتيتانيوم، ويرش على أراضي العدو كنوع من الحرب البيولوجية، حيث أنه يؤثر على الصحة العامة وعلى الاقتصاد والزراعة، ويؤدي إلى جفاف الأرض، ويمنعه طول الأمطار إلى آخره. أما عن التمييز بين الكيميتريل وعوادم الطائرات، إن غاز الكيميتريل يختفي بعد مدة أطول من دخان أو عوادم الطائرات، فهو يبقى عدة ساعات في شكل حزم تتوسع تدريجيا لتشكل أخيرا سحابة اصطناعية فوق منطقة الهدف. وفي هذه الأثناء يمكن مشاهدة أشكال لولبية غير عادية ومختلفة عن السحب العادية، تنتج سماء غائمة ومائلة للبياض. وهذا هو الفرق بين غاز الكيميتريل وعوادم الطائرات العادية. وأرجو من المتابعين للأحداث المتصارعة التي أمامنا أن يعاينوا الواقع. أما في نقطة أخرى أريد شرحها، وهي الفرق بين الحضيض الأرضي والرؤية العيانية، حيث يتساءل الكثير حول هذه النقطة رغم أننا شرحناها في فيديوهات قصيرة، بل وهناك إخوان جدد مشاهدين جدد يختلط عليهم الأمر فلا يعلمون، تختلط عليهم هاتين النقطتين. فهناك فرق ما بين الحضيض الأرضي والرؤية العيانية. فالحضيض الأرضي هي أقرب نقطة سيصلها نيبيرو عن الأرض. أما الرؤية فتنقسم إلى قسمين،
رؤية تلسكوبية كما نصوره الآن بالتوجيه الصحيح والدقيق للتلسكوب ونوع التلسكوب والعيار وما إلى ذلك من الشروط. يتوقف هذا الرصد عند شهور الإخفاء. أما الرؤية العيانية فسيكون مفتاحها هو تشكل الذيل البلازمي عند مدار سيرس، أي قبل الحضيض بشهور، إلى أن يصل إلى مدار المريخ سيصبح واضحا. وإذا افترضنا أي سنة كيفما كانت هي سنة الوصول، فإن بداية هذه السنة ستضرب زلازل الميجا ريختر الأرض خلال بداية السنة أو بداية سنة الوصول، وستكون سنة أو سنة الكوارث بامتياز. إذن كما نقول دائما، فتوقيت وصوله بعلم الله، وكل ما يجري على الأرض هو ترجمة لما يحدث في السماء، والعكس صحيح ولا يمكن الفصل بينهما. على ما أعتقد أن السنين القادمة أو السنين القليلة القادمة لن تكون سهلة، والله أعلم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.